أولمبي مثل هذا بطراز عالمي راح إن شاء الله كل الظروف تكون مواتية. ذكر الأخت وهبة أنه أحسن توقيت في الفترة الصباحية كان للسباح اليوناني بتوقيت 23 ثانية و70 جزء بالمئة. إذن انطلاق السباق ينطلق بعد إعلان صفارة الحكم. استعداد والسباق راح يكون سريع لأنه 50 متر فراشة. السباق راح يكون سريع وجواد صيود اللي راح يتواجد في الرواق الثامن السيطرة. نشوف تقريبا في نفس الخطوة صاحب الرواق رقم 4 اليوناني غروكويميف كريستيان وجواد صيود. شوف دخل في المركز الرابع والخامس على ما يبدو. إذن الرواق السادس اللي كان البرتغالي هو اللي فاز بالمركز الأول ديماتوس ريبييرو دييغو اللي فاز بهذا السباق وهو بطل متوسطي اللي حقق نتيجة 23 ثانية و 38 جزء من المئة أمام الإيطالي ريفولتا. شهد الإعادة ماتيو ريفولتا اللي تحصل على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما اليوناني بالحواسيب باقي 50 متر فراغ.